عرف بشخصيته القوية وكلمته الواقعية، عرف بحبه لفريقه، كتب ورسم وسطر. تاريخه يتكلم، صفاته صعب نسيانها، وعد ووفى. هو الأسطورة محمد شريف حناشي، الذي غادرنا تاركا الحزن يغمر الجزائر عامة وتيزي وزو خاصة. بأحرف من ذهب نحت مساره في تاريخ أسود جرجرة، نسج من ثقة الأنصار واللاعبين ومحبي الكناري حكاية خاصة من مشواره كلاعب لزعيم الكرة الجزائرية. محمد شريف حناشي نصب نفسه في ريادة الرؤساء التاريخيين الذين نذروا حياتهم خدمة للرياضة الجزائرية. ذا حناشي يغادرنا دون أن تغادر إنجازاته ونجاحاته مخيلة الصغير قبل الكبير، على مدار سنين طويلة من الحب والوفاء. الشرفاء يغادرون تاركين خلفهم إرثا ستكتبه الأقلام لنرويها غدا لأجيال قادمة.